للأسف إنه أخذ ستيريوتايب أو نمط تقليدي شوي بلجوء إنه هو تعبير عن العجز العيشة في بيئات سيئة، لكن إحنا حاولنا نكسر هاي حالة التطبيع مع المعايير يلي عم بيعيشها اللاجئين. طلعنا هربنا هيك بتيابنا، فما أخذنا أوراق، ما أخذنا شيء، فراحت أوراقنا، راحت شيء، ما قدرنا نطلع نظاميين لهون. زوجي كان ضد إنه أنا أشتغل، إنه خلاص إنه أنت من أيام سوريا إنه أنت ما في داعي تشتغلي، حتى لو درستي فتحتي شيء خاص لإلك، أما أنت تشتغلي لا، هاي الفكرة كان ضدها. الحياة صعبة ولازم المرة تكون قوية لحتى تقدر تعيش، لحتى تقدر تواجه الحياة. ومنخاف من الترحيل، إنه بأي لحظة مثلاً يصير شيء على الصعيد الدولي أو هيك يحملونا ويلا على سوريا. إلي من 2002 موظفة أنا تمريض ممرضة، من 2002 يعني تقريباً حصل لي شيء 21 سنة اشتغل ممرضة. أنا ما فيني أكيد ألغي هالتغييرات اللي كلها عم تصير من حياتي وأنا تمني جامد. يعني هاد في شيء لقدام كتير بالمشهد إن شاء الله يا رب، دايماً تفرح وعاملة.